آمنة جلالي مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس واتش في تونس، اللي هي منظمة غير حكومية معناتها عالمية موجودة من 30 سنة وفي تونس نشطوا توا من بداية بعد الثورة معناتها. حبيت تسألني سؤال؟ أي نعم، مرحبا بك. حبيت نسألك، هل في ظل المنظومة القانونية الحالية يمكن اللجوء للقضاء الجنائي الدولي في قضايا شهداء الثورة؟ يجب نعرف أن فما مشكلتين بالنسبة للجوء إلى القضاء الجنائي الدولي في مسألة شهداء الثورة وخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية. أولاً، تونس صادقت على نظام روما الأساسي، اللي هو النظام اللي خول تونس تكون دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن صادقت عليه في جويلي 2011، هذا وقت المصادقة. النظام روما الأساسي يعني يفرض على المحكمة أن تكون عندها اختصاص على الجرائم اللي تمت بعد مصادقة الدولة على النظام الأساسي، معناتها ما تنجمش تكون محكمة عندها اختصاص على جرائم وقعت قبل المصادقة. في حالة معناتها شهداء وجرحى الثورة واللي صار معناتها من جرائم ثورة، معناتها ما تنجمش تكون من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأنها تمت قبل مصادقة تونس على نظام روما الأساسي. ثم استثناء، وهذا يمكن يكون ورقة ضغط معناتها على الحكومة التونسية أنها تصادق على الفصل في نظام روما الأساسي، الفصل 12 فقرة 3، اللي هو يخول لكل دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أنها تعطي للمحكمة اختصاص ذو مفعول رجعي على الجرائم اللي تمت على في الدولة ذيك. فهذا معناته يمكن يعطي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على الجرائم اللي تمت في تونس وقت الثورة وحتى قبل، خاطر معناته الاختصاص ينجم يكون من 2002 وقت اللي تخلقت المحكمة وأصبحت معناته عندها دخلت حيز التنفيذ معناته النظام روما الأساسي. فما المسألة هذه مسألة اختصاص. فما مسألة ثانية، مسألة اختصاص موضوعي، يعني يلزم واحد يعرف ان المحكمه الجنائيه الدوليه عندها اختصاص على 3 جرائم جسيمه، معناتها تعتبر جرائم دوليه، هي الجرائم ضد الانسانيه، جرائم الاباده الجماعيه، وجرائم الحرب. هذوما 3 جرائم اكسكلوزيفمون معناتها دو لا كومبيتونس دو لا كوم، ما تنجمش تزيد تتوسع في نوعيه الجرائم اللي من اختصاصها. بالنسبه للجرائم، معناتها الجريمه الوحيده اللي يمكن تنجم تطبق في مساله تونس جريمه الجرائم ضد الإنسانية، ولكن السقف تاع إثبات الجريمة كبير ياسر، معناتها لازم يكون فما طابع كاركتير سيستيماتيك، معناتها طابع ممنهج على نطاق واسع الى غير ذلك، معناتها من عناصر الجريمه اللي يمكن حسب ما فهمت من القانون معناتها الجنائي الدولي ما توفرش في مساله تونس. كي نحكيوا على جرائم ضد الانسانيه نحكيوا اللي صار في ليبيا، نحكيوا على اللي صار في سوريا، نحكيوا على اللي صار في الكونغو، نحكيوا الى غير ذلك، معناتها من الجرائم اللي فيها طابع معناتها ممنهج، طابع واسع النطاق الى غير ذلك. في تونس يمكن تكون عندها نوع من الصعوبه المحكمه انها تعتبر الجرائم اللي صارت في تونس جرائم ضد الانسانيه. يظهر لي حتى منظمه دوليه مقالت اللي صار في تونس هي جرائم بشعه، هي جرائم شنيعه الى غير ذلك، ولكن ما ترقاش حسب ما نعرف الى درجه الجرائم ضد الانسانيه. ولكن هذا ما يمنعش اللي تونس حقها تصادق على الفصل هذايا وتكون معناتها ورقة يمكن تعطي نفس جديد للمحاكمات. وآمنة، نجم نستخلص من كلامك معناه أنه إمكانية اللجوء للقضاء الجنائي الدولي ينجم يكون entretien d'une illusion، معناها لو كان ينجم يكون ديما فما توا مثلا عاش كنت تعرف معناتها شنو صار بالنسبه لفلسطين، معناتها الدوله الفلسطينيه او الاوتوريتي فلسطينيين معناتها طلبت من المحكمه الجنائيه الدوليه انها تنظر في اعطتها اختصاص على الجرائم اللي جرائم اللي صارت في غزه معناتها في 2009 على ذيك لوبيراسيون بلون دورسي، جرائم ضد الانسانيه الى غير ذلك، وقعدت المحكمه الجنائيه تنظر فيها لمدة 3 سنين حاجة هكا، إلى أن معناتها أعلنت في الأخر أنا ما عنديش اختصاص. ولكن المدة ذيك الكل اللي قاعدة تنظر فيها في المسألة هذه أعطت فرصة للسلطة الفلسطينية مثلا أنها تضغط على المحاكم
المحاكم الإسرائيلية تضغط على دولة إسرائيل إلى غير ذلك باش تقول أنه فما جرائم وتفضحها على المستوى العالمي. فبطبيعة يمكن من الناحية القانونية ما تكونش عندها مفعول معناتها كبير، ولكن من الناحية السياسية من ناحية الضغط معناتها كورقة ضغط يمكن تفتح المجال لأكثر معناتها لضغط أكبر على المحاكم باش تقوم بدورها كما يلزم. مرحبا بك، ما يعطيك الصحة.